يعني فيه نقطة مهمة في مسيرتك وأنت في الاتحاد هي التزامك. هل في قصة لهذا الالتزام لخميس الزهراني؟ والله شوف، يعني خليني اقول لك شيء. الحمد لله الشباب السعودي بشكل عام والشباب الاسلامي والشباب المسلم بشكل عام، بذرة الخير موجودة، صحيح. وبذرة البذل والعطاء وحب الدين وحب الخير كلها موجودة. هي متى ما تحركت، خلينا نقول وش اللي حركها عن وش اللي الخميس. حرك؟ انا طبعا تزوجت بالحاح من الوالدة ورغبة الوالدة، ويمكن بعض المقربين من خميس يعرفون ظروف زواجي، كانت ظروف غير عادية غير اعتيادية، ولكن تزوجت. كنا في بطولة في تصفيات كأس العالم في قطر، تأهلنا لكأس العالم عام 98 اللي كان في فرنسا، وكنت أنا متواجد. جيت في الظهر، سبحان الله، جالس على، طبعا هذه من الأسرار، جالس مع زوجتي توريني، طبعا حامل بأول مولود لي، توريني الجنين يتحرك. يعني أول ما جاء في بالي حقيقة أخوي محمد، قلت يعني الكائن الحي اللي موجود في بطن هذا، من أحياه؟ من حافظ عليه 9 شهور؟ ومن يعني كفله؟ ومن غذاه؟ ومن كل هذه الأشياء جت في بالي. وساعة تقريبا، هذا الكلام 11 ونص في الليل، الساعة 3 في الفجر، ولا أم نواف تصحيني تقول لي أوديه للمستشفى، أنا تعبان مرة. وديت المستشفى، عرفت أنه هذا فضل من الله. نعم الله عز وجل علينا تعد لا تعد ولا تحصى وتترى، وكل يوم أحس أن الله عز وجل يعطيني. فجأة من شهرة، من طبعا احنا كنا في حياة بسيطة جدا، يعني عائلة بسيطة عادية مثل عوائل، مثل كل العوائل، فجأة الله عز وجل أعطاني فلوس من لا شيء. يعني نزلت جدا ما عندي شيء، فجأة فلوس، الله عز وجل من علي بزواج أولاد. يعني نعم الله عز وجل، كيف تقابل هذه النعم؟ فبالتالي سبحان الله وديتها المستشفى الساعة 3، وكان عندنا مسجد في الطائف جنب المستشفى، ورحت جلست فيه طول الليل إلى صلاة الفجر، وأدعو الله عز وجل أن الله يكتب لي الخير. ومن ساعتها نوينا ان شاء الله باذن الله. لا شك اني في نقطه ثانيه، الفتره اللي قبلها سنتين كنت انا مع محيسن الجمعان في الغرفه، والاخ محيسن من الرجال الصالحين الاخيار الافاضل، ولا شك اني تاثرت فيه. طبعا محيسن كان رجل قدوه ونموذج، وانا صغير عام 1404 محيسن كان يسجل اهداف، وفضل الله عز وجل عليك فجاه انت ومحيسن بغرفه واحده. فاكيد اني تحت بالمحاكاه مع الاخ والزميل والصديق، وما زلت انا متواصل معه، واذكر له بالفضل وادين له بالفضل، تعلمت منه الكثير إلى يومك هذا، وأنا متواصل مع الأخ محيسن، واستفدت حقيقة من السنتين اللي عشت معاه في غرفة واحدة، نسافر ونجي وناكل ونشرب ونطلع مع بعض، بالإضافة إلى الموقف هذه كلها أثرت فيه، بالإضافة إلى بذرة الخير اللي موجودة عند الواحد فينا. جميل. بعد الالتزام فترة قصيرة اعتزلت، وش سبب الاعتزال؟ قبل الاعتزال طبعا، لا انا مو فتره قصيره، كانت فتره 8 سنوات، ولكن بعد الالتزام، وهذا دائما السؤال دائما يجيني، انك مجرد ما التزمت هبط مستواك، وكأن الشباب الله يهديهم يقرنون هبوط مستواي بالالتزام، وهذا مو بصحيح. ولكن بعد التزامي بفضل الله عز وجل او استقامه، تعرضت الى حقيقه كثير من المعوقات، كثير من الصعوبات، وكانها ابتلاء وتمحيص من الله عز وجل. فبالاضافه الى يعني ضعف العقليه، بالاضافه الى كثير من الاشياء، يعني اتوقع في اشياء حدثت لو انا موجود الان ما اقع فيها. بالاضافه انه يعني هذه الاشياء، الاضافه الى الاشياء الصعوبات اللي واجهتني، اصابات، وفاه الوالده رحمه الله عليها، كان عندي شويه استثمار وخسرتي، كان عندي سياره فخمه وراحت علي، كثير هذه كلها جتني في فتره واحده حقيقه اثرت علي. بالاضافه الى انه من سوء التخطيط اللي كنت اعيشه، راكمت كثير من الاشغال علي. فجاه وجدت انه حقيقه يعني بديت اصحى، وبديت اركز، وبديت اهتم باموري، بديت ارتب حياتي، وبديت ورجعت رجعه يعني احسن من بداياتي. ولكن في نقطه مهمه يعني لازم ان الناس ما نغفلها، مو هبوط مستواي، ايضا في شيء مهم جدا، ارتفاع مستوى عدد من اللاعبين. فيظهر الناس انه خميس نزل مستوى بقدر ما هو ارتفاع مستوى مثلا محمد نور، ارتفاع مثلا سعود كرير جابوه من فتره، فقالوا كل الناس انه خميس اللي هبط مستواه بقدر ما هو ارتفاع مستوى الكثيرين. هذه الحقيقه النقطه ليش؟ اللي يعني كان لها اثر، فما هي، انا جلست فتره كثيره في سنوات الالتزام، ولعبت في النادي تقريبا 8 سنوات وانا. هل كان قرار الاعتزال صعب عليك؟ لا شك انه من اصعب الاشياء اللي تواجهها انك تترك شيء تحبه. ترى على كل المجالات. طبعا. حتى المغني والفنان واللاعب وال اي انسان يحب شغله معينه، ترى مو من السهل انه يتركها. فكان من اصعب القرارات، ولكن ايضا بتوفيق من الله عز وجل يعني قررت بعد الاصابات المتتاليه، حسيت اني ما عاد اقدر اقدم شيء،
وضيفه للنادي بشكل خاص وللمنتخبات مثلا. رحت عند بيت الله عز وجل واستخرت الله، تعلقت بأستار الكعبة، استخرت الله عز وجل ركعتين وفوضت أمري لله عز وجل والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله خسرت لعب كرة القدم، ولكني ما زلت الحمد لله أحافظ على شريحة كبيرة من الزملاء ومن الأصدقاء ومن المحبين، وحتى أمور المالية الحمد لله فضل من الله عز وجل ما تأثرت كثير. يعني تشوف أنك توفقت في هذا القرار؟ والله توفقت فيه، لأنه أخذته أنا على ما قالوا أخذته براسي، يعني لأنه أخذته بقراري، لأنه كان أنا أعرف واستشرفت المستقبل أنه حيجي السنة اللي بعدها والسنة اللي راح يقول لك يلا مع السلامة لأنك ما عاد تقدر، فأخذته أنا قرار كان قرار استباقي.